أهلا بك رمزي. إذا الجديد هو أنه أكثر من ثلاث ساعات كاملة، والوزير العدل طيب لوح يقف أمام قاضي التحقيق للتحقيق في ربما شبهات تورطه في قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، وأيضا إعطاء امتياز صفقات، بالإضافة إلى تهم أخرى قد تكون ضمن التهم التي يتابع من أجلها، خاصة وأن الوقائع هي ذات طابع جزائي، وبالتالي هي تشير إلى وجود تهم تتعلق بالرشاوي، تتعلق بإبرام صفقات عمومية، وأيضا نعم وأيضا ربما استغلال الوظيفة. كل هذه التهم قد تكون موجودة في الوقائع في الملف الذي بحوزة قاضي التحقيق. لحد الساعة نحن نترقب القرار الذي سيصدره قاضي التحقيق بخصوص الطيب لوح، لتسجل نقطة تاريخية فارقة اليوم. وزير العدل ربما قد يجر إلى السجن بسبب تهم تتعلق بالفساد. الجزائريون اليوم ينتظرون مخرجات هذا التحقيق، لأنهم سمعوا كثيرا عن محاربات الفساد، واليوم يعني يتابعون التطورات الجديدة في الساحة السياسية، والتي مست أو تحقيقات مست عدد كبير من الوزراء بما فيهم الوزير الأول ووزراء آخرين، بالإضافة إلى رجال مال وأعمال كانوا قد تورطوا في قضايا فساد كثيرة طيلة المرحلة السابقة، على الأقل طيلة 20 عاما. أذكر السادة المشاهدين إلى أن المشهد القضائي تحرك بشكل كبير جدا في الشهرين أو 3 أشهر أخيرة، كما قلت وزراء آخرين متابعين أو ربما هم في السجن على خلفية قضايا فساد. تواجد أمني، تواجد كبير للصحافة والإعلام لمراقبة وتتبع هذه المجريات. طبعا باعتبار أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات فإنه تتمتع بالسرية، ولذلك صعب جدا معرفة ما هي التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا الملف، وما هي التهم التي توبع من أجلها، وهل توبع باعتباره وزيرا للعدل أو باعتباره وزيرا للعمل. من المفروض حسب ما لدينا من معلومات فإن طيب لوح يتابع حاليا باعتباره في قضايا أو تهم تمت خلال توليه لوزارة العدل خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، كما تتابعون معنا. نعم هناك حركية غريبة، لا ندري إن لا السيارة ليست لطيب لوح، هي باسات ولكن ليست لطيب لوح. سنوافيكم رمزي على كل حال بتفاصيل أخرى طبعا، ونحن ننتظر جميعا قرار قاضي التحقيق فيما يخص وزير العدل السابق طيب لوح. نعم شكرا جزيلا لك يوم الخير حميدي، التي ترصد كل كبيرة وصغيرة بمحيط مجد